في شرق أوكرانيا لا زال الهدوء الحذر يخيم على منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس. الانفصاليون الموالون لروسيا نفذوا أو قاموا ب13 هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في المنطقة، ما أدى إلى إصابة جندي أوكراني بجروح. أغلب الاستفزازات كانت في منطقة دونيتسك، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة في الهجوم على بلدة بيسكي. كما تعرضت أفدييفكا للاعتداء بالقنابل اليدوية ومدافع الهاون. في منطقة لوهانسك تعرضت بلدة محطة لوهانسك لهجوم بالأسلحة الخفيفة، كما قصفت مواقع القوات الأوكرانية في بلدة كريمسكي. في المنطقة الواقعة على بحر أزوف هاجم العدو قواعدنا 3 مرات، مرتين في بلدة شيروكينا ومرة واحدة في بلدة ليبيدينسكي، وذلك باستخدام قاذفات القنابل. العدو كثف نشاطه بعد منتصف الليل حيث هوجمت قواعدنا 7 مرات.